إلى الحلقة العربة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. وخلينا نبدأ على طول كده، نشأة الديهي أو أحمد موسى أو عمرو أديب لما دول يتكلموا في موضوع مش أنت مش بتصدقهم الغالبية يعني، لكن ليهم ناس بتصدقهم مؤكد يعني، ولما يزنوا ويقعدوا يزنوا جديد تفضل عندك شك، ده لو عندك عقل. لكن لما يطلع واحد مفترض أنه مثقف وله روايات وكتب ويقول نفس كلامهم، لا هنا بقى تحس ان في حاجة غلط فيك انت، تشعر انك انت لا انت غلطان، خاصة لما يبقى الموضوع حياة او موت زي الفيروس ده. خلينا نشوف واحد من اللي حاسبينهم مفكرين، لازم اسمه بيطلق عليه قبل اسمه المفكر، يوسف زيدان. يوسف زيدان يا حضرات اللي تعهد للسيسي انه يهد كل الثوابت عند المصريين في مكالمة أو في قاعدة مسجلة صوت، قال له لازم نهد كل حاجة، وبدأ الهد بأنه مفيش مسجد أقصى ولا في الكلام ده ولا في الحاجات دي. يوسف زيدان الحقيقة بعد ما ترك أو لازال بيلعب في الثوابت عند المسلمين وعند المسيحيين، دلوقتي بيطبل الحكومة، بيستخدم علمه عشان يطبل الحكومة. خلينا نسمع رأي يوسف زيدان فجأة كده جاي يتكلم على الشك عند ديكارت وعند طه حسين، وفجأة وائل إبراشي لقاها فرصة يصالح النظام، فبحركة كده من حركات أبو تريكة في الملعب راح مبصيله واحدة حلوة قوي، قال له قبل ما نتكلم عن الشك عند ديكارت، إيه رأيك في تعامل النظام والحكومة مع كورونا؟ ما تفهمش إيه علاقة ديكارت وطه حسين بالسيسي ومصطفى مدبولي والجائحة، ما تعرفش. لكن كانت المفاجأة الحقيقة مش في السؤال، المفاجأة في ان يوسف زيدان تلقى الباص الحلو قوي ده من وائل إبراشي وراح مسددها في التمانيات. اسمع بقى رد يوسف زيدان على الحكومة او النظام السيساوي كيف تعامل مع كورونا. في قبل ما نبحر مع بعض في بنتعامل معاه ازاي وشايف الموضوع؟ طبعا لا يختلف احد على انه التعامل المصري الحكومي هذه المرة اسبق من العقل الجمعي. يمكن لتوافر المعلومات، يمكن لميل كتير من الناس للتهريج. بس ولو حضرتك لاحظت تحس ان الخطاب الرسمي مش عايز يعمل فزع، بس هو المؤشرات غير مطمئنة. يا حضرات دي شهادة المفكر الكبير يوسف زيدان في النظام المصري. انت عشان انت تخاف من الالقاب فعلى طول تقول لا يبقى انا فيها حاجة غلط، الراجل مفكر كبير قاعد قاعدة مفكرين وعنده لغد المفكرين وتخين تخن المفكرين وعنده ثقة المفكرين، وبيقول لك ان النظام الرسمي او حكومة او نظام عبد الفتاح السيسي تعامل اسبق من العقل الجمعي. العقل الجمعي بس عشان ما حدش يتلخبط في القصه دي، مش الجمعيه الاستهلاكيه، العقل الجمعي هو الشعب. فالسيسي اللي بيصدر القرارات تعامل اسبق من الشعب اللي هو ال 100 مليون. شهاده الحقيقه انا لو مطرح السيسي اطبل عليها دي. طب تعالى نشوف بقى الى اي حد او الى اي مدى هذا المفكر الكبير صادق فيما يقول. نشوف كده ونبدا، اول مره سمعنا عن كورونا كان امتى وازاي النظام كان بيتحرك؟ نشوف كده مع بعض. 28 ديسمبر بدانا نسمع عن انتشار فيروس اسمه كورونا والناس كانت بتامن مطاراتها، نسمع كده. بعد بدء انتشار كورونا 28 ديسمبر ابلغ كثير من الاشخاص مدينه ووهان الصينيه واكبر مدينه في مقاطعه هوبي عن اعراض ناجمه عن فيروس ارتبط لاحقا بسوق هونان للمأكولات البحريه اللي بيبيع الاسماك والمحار. ده كان في 28 ديسمبر. 7 يناير 28 ديسمبر يعني بعدها باسبوع تقريبا او 10 ايام، 7 يناير بدا العالم ياخد فحص على الركاب خاصه في امريكا خوفا من فيروس كورونا. 7 يناير بدأت الولايات المتحدة بفحص المطار الصحية لجميع المسافرين الآتين من ولاية ووهان. 23 يناير في الشرق الأوسط السلطات الكويتية والإماراتية فرضت إجراءات لفحص القادمين من الصين لمنع انتشار عزل أو عزل المدن الصينية. أهو
ده الخبر 23 يناير اهو، فيروس كورونا. السلطات الكويتيه والاماراتيه تفرض اجراءات لفحص القادمين من الصين 23 يناير. مصر فين بقى؟ هجي لك دلوقتي، مصر هتجي لك دلوقتي. 23 يناير برضو عزل مدن صينيه يزيد عدد سكانها عن 10 مليون نسمه. بص اهو 23 يناير برضو 2020، علق مسؤول صيني السفر من وهان الى المدينه التي يزيد تعدادها عن 10 مليون، وتابعوا حظر السفر في مدن اخرى بمقاطعه هوبي، وهو ما اثر في مجموعه نحو 50 مليون شخص. 29 يناير صحه مصر، صحه مصر يوم 29 يناير، يعني بعد 28 ديسمبر، 29 يناير يعني بعد شهر ويوم، مصر صحيت وقالت ان وزاره الصحه ان الفيروس لن يدخل مصر باذن الله. ادي اهو 28 يناير، يعني بالظبط بعد شهر مصر لن يدخلها فيروس كورونا باذن الله. بس كده، بس كده. 3 فبراير مرسوم روسي بتاجيل مؤتمر كان هيعقد في سوتشي للاستثمار بسبب فيروس كورونا. اتفرج حضرتك، ده التاريخ اهو 3/2 بيعقد فيروس بتاجيل مؤتمر سوتشي للاستثمار كان هيعقد عشان الخبر اللي بعده في 4 فبراير. الحقيقه الوزيره بتاعتنا طلعت المطار ولبست الكمامه بالطريقه دي. ارتدت الكمامه دي 4 فبراير، التاريخ قدام حضرتك في البوكس الاحمر ده، بطريقه خاطئه سخريه واسعه من وزيره الصحه. ننقل بقى، ننقل بقى نقله ثانيه. بدانا هنا الحقيقه اكتشاف حالات. ف 14 فبراير علماء حذروا من فيروس كورونا، بيقولوا انه هيهدد او بيهدد ثلثين سكان العالم. ده في 14 فبراير. كنا بنعمل ايه بقى احنا في 14 فبراير ده؟ بص، بيهدد ثلثين سكان العالم. طلعت وزيره الصحه المصريه قالت ده كورونا ده زي الانفلونزا، شويه راحه وشويه ليمون يخلوك زي الفل. في 14 يناير في نفس اليوم اللي العلماء بيحذروا من فيروس كورونا، طلعت وزيره الصحه المصريه عشان تقول كورونا زي الانفلونزا، يحتاج للراحه والتغذيه السليمه وتشرب لبن لما تنام. ده النظام المصري اللي اسبق من العقل الجمعي. ف 14 فبراير برضو اكتشاف اول حاله لمصاب بالفيروس في مصر، والتي تعود لشخص اجنبي. ده بدانا نصحى اهو. تعال نشوف بقى، اكتشفوا حاله طلعت وزيره الصحه المصريه الدكتوره الحامله لقب طبيب، طلعت تقول ان المرض ده ما بيتنقلش بالعدوى. اهو اسمع، هو الشخص ده لا يعدي، لان هو صحيح في مستشفى العزل لكنه مش مصدر عدوى للفريق الطبي هناك. هو الشخص ده لا يعدي، لان هو صحيح في مستشفى العزل لكنه مش مصدر عدوى للفريق. يعني الدكتوره بتقول لهم الشخص ما بينقلش العدوى لحد، ما فيش عدوى تتنقل، ما تقلقش ما تقلقش، الشخص لا يعدي. يعني في 17 فبراير مصر بقى قادره، مصر هتقدر على الفيروس. في 17 فبراير طلعت مدام جائحه دي عشان تقول مصر قادره على مواجهه اي فيروسات. 17 والضحكه الحلوه، فين الضحكه الحلوه؟ عشان نتصور الصوره دي، عشان في الوقت ده نفسه كانت في 17 فبراير الكويت كانت بتشدد على اتخاذ اجراءات وقائيه ضد فيروس كورونا. 17 فبراير. ننقل نقله ثانيه يا حضرات، ننقل نقله ثانيه يا حضرات. الحقيقه النقله الثانيه بقى التحذير من الوباء نفسه. في 28 فبراير 50 دوله وتحذير من وباء شامل. اهو 28 زاد عدد الدول التي سجلت اصابات بفيروس كورونا الجديد على ال 50. 50 دوله، 50 دوله تحول الوباء الى وباء شامل وعالمي. الصحه عندنا في الوقت ده في 29 فبراير طلع نشأة الديهي عشان يقول مصر خالية من كورونا ولسه الطيران مفتوح. نشأة الديهي مصر خالية من كورونا بنسبة 100% 29 فبراير اهو، ولسه كانت مطاراتنا مفتوحة حتى الآن. نشوف في 29 فبراير في نفس اليوم مصر تستقبل مطار القاهرة 14 سائح صيني جايين من الصين لقضاء عطلتهم. 29 فبراير اهو 2020 مصر تستقبل بعد ما العالم قفل مطاراته، مصر استقبلت سياح جم هنا ومن الصين، من الصين. بدأنا بقى نعلق المطارات. الحقيقة اهو
هنعلق نبتدي على المطارات. خبر كورونا يوقف رحلات الطيران في العالم 8 فبراير اهو، والشركات تحذر السفر للصين في الوقت اللي العالم كله وقف رحلاته للصين. مصر استقبلت 114 سائح صيني. يعني احنا بنعمل معجزات يا دكتور يوسف. ركز بس يا دكتور، المفكر الحقيقي يرجع الورق والدراسات بدل ما يتكلم كده وكأنه قاعد على البديه بيتكلم. في 3 مارس مصر بدأت تستعد، في 3 مارس مصر بدأت تستعد لمواجهة فيروس كورونا. اتفرج، استعدادات المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا، الخبر تحت اهو 3 مارس 2020 مباشر. قالت وزارة الطيران المدني وشركتها انها قامت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة بكذا برفع اقصى درجات الاستعداد بجميع 3 مارس. الناس في 8 فبراير قفلوا المطارات، واحنا في 9/3 مارس طالعين نقول احنا هنستعد في المطار. في 9 مارس سلطات المطار بدأت تجري فحص كورونا للسياح الاسيويين فقط. يا خبر ابيض اهو، سلطات المطار تجري فحص كورونا للسياح الاسيويين 9 مارس. يا عبد الصمد كنت فين؟ يا عبد الصمد كنت فين بقى في الخبر الجاي ده؟ في 16 مارس مصر تعلق رحلات الطيران من والى اراضيها بدايه من الخميس المقبل حتى 31 ديسمبر 31 مارس. في 16 مارس يعني بعد ما كورونا ولع العالم، كورونا 28 ديسمبر مصر بتقفل مطاراتها في 16 مارس. ارجعكم ورا شويه بس عشان تبقى فاكر، من 11/22 مارس صور كده فيروس كورونا نشوف مع بعض يتحول لوباء عالمي في 11 مارس. قالت منظمه الصحه في 11 مارس انها قلقه للغايه لسرعه تفشي الوباء. احنا بنقفل المطار في 16 مارس. وارجعك لورا، 11 مارس كانت الصحه سجلت 60 اصابه بفيروس كورونا، وبيقولوا ان هم اهو في 11 مارس كل ده الوباء خلاص بقى عالمي، واحنا قفلنا المطارات في 16 مارس تسجيل 60 اصابه بفيروس كورونا، حتى الان منها 27 تحولت الى ايجابيه. وطلع في الاخر ان احنا المشكله في 21 مارس عيد الام، طلعت وزيره الصحه تقول لو وصلنا ل1000 هيخرج 1000 حاله هيخرج الموضوع عن السيطره. في 21 مارس بتقول او حد قال لو فشلنا في المواجهه هيبقى بسببك انت. ادي الوزيره نفسها، لو فشلنا في مواجهه كورونا هيبقى بسبب سلوكيات الناس، يعني العقل الجمعي. في 26/30 مارس بدات مصر تواجه حالات وفاه. اهو 47 حاله اصابه جديده في 30/3 اهو، وحالات وفاه ليصل اجمالي الى 656 حاله. خلاص كده؟ ده احنا والعالم. نسمع بقى كلامنا عن الدكتور يوسف زيدان المفكر الكبير. كان بيقول لك يوسف زيدان ان النظام السياسي كان اسبق من العقل الجمعي. العقل الجمعي اللي هو انت، الامهات والابهات والشغيله والناس والكبار والصغيرين والاطفال. تعال نشوف بقى حضرتك العقل الجمعي مين اللي كان اسبق، النظام ولا العقل الجمعي؟ افتكر معايا كده ان من 1 مارس بدات الناس على الجروبات تتكلم على انه يا جماعه وقفوا الدراسه. من قبل 1 مارس بدات الاسر تعمل جروبات كده على الواتس وتكتب يا جماعه وقفوا الدراسه. لما الحكومه ما سالتش فيهم اللي حصل انه في 8 مارس تحديدا او يعني في شهر مارس اترفعت دعوه لوقف الدراسه. اهو كورونا دعاوى دعاوى، ده الخبر ده اهو في 8 مارس دعاوى خوفا من دعاوى قضائيه لتعليق الدراسه. ده بعد ما الناس الابهات والامهات ما وصل بيهم الموضوع انه ما حدش سامعهم، بيكتبوا لوزير التعليم وقفوا الدراسه، بيكتبوا من 1 مارس يا جماعه العالم كله بيعاني، ده بقى وباء عالمي. ومع ذلك فضل يعاند لدرجه ان وزير التعليم طلع يتكلم في القصه دي. لكن قبل ما يتكلم وزير التعليم، الاخ عمرو اديب راس حربه النظام في الاعلام طلع يتريق على الجروبات بتوع الماميز عايزين ياجلوا الدراسه. اسمع كده، الشيء اللي فيه زن وفيه دوشه جامده مره اخرى وترند نمره واحد انه الماميز والاهالي عايزين يقفلوا المدارس، عايزين يقفلوا الفصول. يعني الماميز والجروبات بعد ما شبعوا كلام على الواتس، بعد ما اتكلموا
ومحدش سمعهم رفعوا قضايا، وبعد ما رفعوا قضايا طلعوا على السوشيال ميديا وبدأ يبقى ترند، وقفوا الدراسة. كل ده والحكومة والنظام يا دكتور يوسف منفضين، عاملين نفسهم من بنها. كانت النتيجة ان طلع وزير التعليم عندا في الناس دي قال احنا ما بناخدش قراراتنا من السوشيال ميديا. اسمع كده وزير التعليم قال ايه. وزير التعليم عن تأجيل الدراسة، مش هنمشي بفكرة نقفل ونمشي. وطلع مع عمرو أديب قال احنا ما القرار ما يتخدش كده من السوشيال ميديا. ياه لما زاد الموضوع عن حده في 14 مارس، يعني بعد 14 يوم السيسي يوجه بتعليق الدراسة اسبوعين بس في الجامعات، اسبوعين بس. ده العقل الجمعي يا دكتور يوسف. العقل الجمعي كان أسبق من النظام، الشعب كان أسبق من النظام في معرفة إن الوباء انتشر وإن أولادنا في خطر، ومع ذلك النظام اللي أنت بتقول أول مرة النظام يسبق العقل الجمعي كان نايم في الدرة. مش هقول لك بقى إن النظام اللي أنت بتتكلم عنه ده في 3 مارس عمل اجتماع للقادة العسكريين في أوضة مقفولة، مش هقول لك الكلام ده. مش هقول لك إنهم عشان الناس تسافر مطلوب منها شهادة PCR، ومع ذلك عشان يدوهم الشهادة دي عرضوهم للزحام ده يا دكتور لو انت فاكر. اهي ادي الزحام بتاع التابلت اهو اللي لسه كان من اول امبارح. ده النظام اللي اسبق من العقل الجمعي. ده اللي اسبق من العقل. مش هقول لك يا دكتور يوسف ان الحقيقة ان النظام ده نفسه هو اللي عمل اول امبارح مؤتمر صحفي لوزير الاعلام ووزيرة الصحة في غرفة مغلقة مع ناس مراسلين قنوات. مش هقول لك الفضيحة كانت قد ايه عشان بتقول بس ان النظام الرسمي كان اسبق من اديله كده الخطاب الاعلامي. المؤتمر اللي كانت فيه وزير الاعلام ووزيرة الصحة واقفين والناس علقت على هذا المؤتمر اللي الحقيقة بيتعمل اول امبارح، اللي الحقيقة او يعني الاسبوع اللي فات كان ضد كل الاجراءات اللي اتخذت ضد الكورونا. وزيرة الصحة طالعة في مؤتمر وجنبها مراسلين وجنبها وزير الإعلام وبيكلموا عن كورونا وعن ما ينفعش التجمعات وبلاش نتجمع، وهم أصلا قاعدين متجمعين. ده النظام اللي أسبق من العقل الجمعي. في الفيديو اللي جاي ده يا دكتور لما طلع كامل الوزير يكذب وائل إبراشي بأنه مفيش حاجة اسمها ناس زحمة في المترو، في الفيديو ده النهاردة طلعوا ناس صوروا الوزير النقل الزحام الشديد، زحام 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 اهو. انت مش في الصوره، مش في الصوره ولا انت ولا بلبل، عشان بس كامل الوزير اللي بيتخانق امبارح مع وائل ابراشي يقول له مفيش زحمه في القطوره. النهارده 30/3/2020 اهو كامل الوزير اللي بيقول انه مفيش زحمه في القطوره. لهو الفيديو هو 30 مارس امبارح، يعني ردا على كامل وزير الزحام ده اللي هو نظام اسبق من الشعب اللي هو ده العقل الجمعي. يا دكتور يوسف وانت قاعد قاعدة الطشت كده وعمال تكلم وائل إبراشي عشان تمدح في السيسي وقراراته، ده النظام اللي اسبق من العقل الجمعي. حتى العمال اللي قرروا يدوهم 500 جنيه المنحة، شوف العمال راحوا يسجلوا ازاي اسمائهم في زحام غريب جدا. اتفرج. فكر ده يا دكتور يوسف، هل هذا النظام اسبق من العقل الجمعي؟ هل مفيش طريقه ثانيه يوصلوا للناس ال 500 جنيه؟ مش هقول لك على جرائم كتير ارتكبها النظام في حق الشعب المصري لما اضطر يجمعهم، مش هكلمك على مكاتب البريد اللي الناس قاعده تقبض منها وتتزحم بالطريقه اللي انت ما تعرفهاش وما شفتهاش. مش هكلمك على المواطنين اللي اتجمعوا عشان يعملوا تحليل كورونا زي الفيديو ده كده. اهو. اربع ايام بتطلع النتيجه ومش عارفين ايه. اربع ايام بعد الحجز بكره بالخير باربع ايام وجدتنا تنتهي. الجماعات ما حد يسهل علينا، ما حد يسهل. من الصبح من الساعه 5 الفجر جاي من الصعيد والله، جينا في الليل وقاعدين لغايه الوقت نمشي. طيارتها بكره. قول لنا طيب هم قالوا لكم ايه هنا؟ احنا ما حد سال، ما قابلناش اي مسؤول ولا حد يقول لنا هتروح المحافظات وسكر البوابات من الصبح، البوابات اللي هنا واللي هنا. ده العمال لما راحوا يتجمعوا عشان يعملوا الشهادة عشان يروحوا الخليج، وده البريد يا دكتور عشان الناس تروح تقبض اهو، وده لحد النهاردة شغال البريد والشريحة بتاعت التابلت
والزحام في النقل والمواصلات لحد النهارده شغال يا دكتور، يلي عايز تمجد في النظام بالمره عشان تقعد تعمل سبوبه على ديكارت وطه حسين. ما تخليك في ديكارت وطه حسين، محدش هيسالك على القصه دي ولا حد هيدقق معاك. الدكتور عاطف العراقي مات وخلص القصه. الحقيقه يعني محدش هيحاسبك لو قلت ان ديكارت كان عازف فلوت في الاوبرا المصريه، محدش عارف القصه. مش مشكله، انما لما تيجي تقول العقل الجمعي كان بعد النظام السياسي، انا عارف هدفك ايه. اهو ادي المؤتمر الصحفي بتاع العقل الجمعي، دي ده اول ده الاسبوع اللي فات، دي وزير الاعلام يا دكتور يوسف ودي وزيره الصحه بتكلم الناس في المؤتمر ده على ان احنا ما نتجمعش ونلزق في بعض والمسافه متر. ده العقل الرسمي. القصه ببساطه، انا مش هقارنك بالعالم، لان مقارنه مصر بالعالم مقارنه ظالمه للعالم، لان احنا بره العالم. المقارنه اهي، ادي اتنين ويندو هم مصر والعالم اهو. 4 فبراير 64 شركه طيران اجنبيه توقف رحلاتها من والى الصين بسبب كورونا. 4 فبراير 21 فبراير مصر للطيران تستأنف رحلاتها للصين غضب بمواقع التواصل ورفض برلماني. 4 فبراير 64 شركة وقفت. آدي أهو فيروس كورونا يعزل الصين، دول أغلقت الحدود ومزيد من شركات الطيران تعلق رحلاتها. ده في 30/1 في يناير. بص حضرتك، رغم تفشي كورونا وزيرة الصحة المصرية تزور الصين. أنا مش هقارنك لأن المقارنة ظالمة. مؤقتا السعودية تعلق دخول أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، ده في 27 فبراير. 29 فبراير مصر تستقبل 114 سائح. السعودية بتغلق المسجد النبوي والعمرة واحنا فاتحين للصين 114 واحد. وآدي في 29 فبراير بسبب كورونا إغلاق المدارس في لبنان حتى 8 مارس، والسعودية تدعو المواطنين لتأجيل السفر لهذا البلد. طارق شوقي في 1 مارس، طالما الوزارة والدولة ما قالتش في إصابات بكورونا فالباقي شائعات. بسبب كورونا متحف اللوفر في باريس يغلق أبوابه في 1/3. 1 مارس عندنا احنا، تضامنا مع أزمة كورونا مصر تضيء معبد الكرنك وقلعة صلاح الدين بألوان العلم الصيني. ده أنا مش هكلمك على الوزيرة اللي جت من الصين راحت الكرنك وقالت السياحة شغالة زي الفل، ده كان في فبراير برضو، مش هكلمك عن ده. لكن الصحة العالمية تحذر من انتقال أوسع لفيروس كورونا في مصر. ده امبارح، ده امبارح. قبل ما أقول لك الخلاصة يا دكتور يوسف، أفهم إن العلماء أو الباحثين أو المفكرين لما يتسأل في موضوع في برنامج تلفزيوني ممكن يقول له إديني فرصة أدرس وأجي أكلمك، لكن يرد كده وقعد على الطشت بيغسل كرشة ويقول النظام الرسمي لأول مرة، النظام الرسمي كان أسبق من العقل الجمعي، تبقى كذاب. وأنا الحقيقة بحذر أي حد بياخد أي أفكار من يسمى دكتور يوسف زيدان، لأنه كذب على الشعب. دكتور يوسف زيدان يا حضرات بيعمل كده ببساطة عشان يلعب مع السيسي اللعبة اللي السيسي بيلعبها علينا، إن السيسي فاهم وأنتوا لسه أطفال صغيرين. الطغاة يا حضرات هم في العالم وعبر التاريخ. ما من طاغية جعل الأرض دي أي أرض إلا وكان نظرته أنا اللي عارف وأنت ما تعرفش، أنا اللي فاهم وأنت ما تفهمش، أنا الأب أنت العيل القاصر الصغير. هو يقول كده، لكن الأخطر لما يطلع من يسمى بمفكر يقول الكلام ده للسيسي. السيسي أصلا فاهم نفسه أنه ففهمناها سليمان، فهم نفسه طبيب الفلاسفة. فلما يجي من يسمى بمفكر ويقول ان اول مرة النظام الرسمي كان اسبق من الشعب، بيؤكد على فكرة ان الشعب قاصر وان النظام السياسي هو الاب الراعي المخلص المنحة الالهية. الخلاصة ان الدولة بالورقة والقلم والارقام فشلت حتى الان في مواجهة كورونا، وتأخرت كتير جدا عشان تاخد اجراءات. الخلاصة إن العقل الجمعي كان أسبق من الحكومة فعلا، وأسبق من السيسي اللي عايشين الوهم وفاكرين الكذب اللي الإعلام بتاعهم بيقوله ليل نهار وبيأمن عليه أمثال يوسف زيدان، فاكرين الكذب بقى حقيقة. تخيل بقى تأثير الكلام بتاع يوسف زيدان اللي قاله امبارح في برنامج التاسعة مع وائل إبراشي، على طول أتى ثماره مع السيسي. فكتب السيسي يقول النهاردة
على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا، أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للإطمئنان، وهذا وإن دل فيدل على جدية وتكاتف أجهزة الدولة والمواطنين. لذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم. ده السيسي صدق ما ذكر يوسف زيدان، إن اللي عمله السيسي في كل إجراءات كان صح، وإن الشعب مش فاهم. هو الراجل ده السيسي اللي فاهم. لما الكلام ده يجيلك من مفكر تبقى مشكلة، لما الكلام ده يجيلك من واعظ تبقى مشكلة، لما الكلام ده يجيلك من مدرس تبقى مشكلة.